أخبار اليوم. لما بيتكرر يعني بيسعد، يعني بيتكرر مرتين، مرة من الجمهور الحقيقي اللي بيجي للمسرح، مرة من الجمهور الجميل اللي موجود دلوقتي. شكرا لكل سنة. أولا مبروك لكل الزميلات والزملاء اللي موجودين هنا، ومبروك كمان اللي مش موجودين هنا لأنهم كانوا سبب وجودنا النهاردة. وأول حاجة أحب أشكر الجمهور لأن هو سبب وجودي هنا وسبب استمراري لحد النهاردة في مهنة أنا بحبها.